السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة من شيوات أم شمس. كنتمنى تكونوا دائما بصحة والعافية وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم واحد الكلاصاج كغاميل كيجي هائل هائل. ممكن كلاصيو به التورطات أو الحلويات لاكخيم، ممكن كلاصيو به لي كلاص، ممكن كلاصيو به أشياء كثيرة. اليوم إن شاء الله غنقترحوا عليكم طريقته مبسطة، مقادير مضبوطة كما ولفتوا معايا، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله في واحد الكلاص ان شاء الله اللي غنعملوا معكم. هاد الكراميل او هاد الكلاصاج كراميل اللي كيجي هائل. فبلا ما نطول عليكم دائما مشيو المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبه للكلاصاج كراميل ديالنا ديال اليوم، غادي نحتاجو فيه كاس ديال العنبه ديال الماء اللي غادي نكون ساخن، انا باقي ما سخنتوش، اللي كيعادل 160 غرام. غنحتاجو كاس ديال الكريمه الطازجه اللي كيعادل كذلك 160 غرام. غادي نحتاجو الكاس ديال السكر سنيده اللي كيعادل 160 غرام. انا هنا استعملت كاس العنبه باش دائما يكون وصفات مبسطه. غادي نحتاجو 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين بهذه الطريقه، هذه على هذا الشكل. غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال النشا اللي كيعادل 25 غرام، وغادي نحتاج قبيصه ديال الملح. انا دائما الكراميل كيعجبني يكون واحد شويه مالح. اول حاجه غناخد الماء ديالي غنعملو يطيب اولا الماء يغلي على جنب، وثاني حاجه غناخد لاكاسرول ديالنا دائما وغادي نعملو فيها نصف الكميه، مع تبارك الله الكميه كثيره ديال السكر، غنضيف اولا غنوضع فيها نصف الكميه ديال السكر، وغادي نوضعها حتى يولي كراميل او اللي يبدا يولي كراميل باش نضيف عليه الكميه الثانيه. من جهه اخرى غادي ناخد الوريقات ديال الجيلاتين ديالنا وغادي نعملهم في الماء العادي اولا في الماء بارد باش يدبلوا لينا باش نضيفوهم على الوصفه ديالنا. فانا دائما العمل ديالنا كما ولفتوا معايا، فمن ضروري يكون عمل منظم وحويجات نعملوهم في نفس الوقت باش كنربحوا الوقت كذلك. فكناخذوا زليفه فيها الماء، غادي نعمل فيها ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين اللي غادي نضغط عليهم هذا الشكل، وغادي نوضعهم على جنب باش يرطبوا، نحليوهم على جنب. على هذا الشكل. وغادي ناخد كذلك النشا، فهنا يعني عملنا الماء كيطيب، عملنا الكراميل ديالنا نصف الكميه السكر باش يولي كراميل، وغادي ناخد النشا ديالنا اللي هي جوج معلقات، غنضيف عليها ثلاثه المعالق كبار ديال الماء، يكون عادي يعني بارد باش ما تكورش معنا في الخليط. غادي نحاول انني ندوبها مزيان في هذا الماء هذا. وبالمناسبه فهاد الماء فخديته من الكاس اللي عبرت معكم في الاول اللي هو 160 غرام، كناخذوا منه ثلاثه الكيسان، يعني المقادير مضبوطه. الماء اللي عملنا دابا في النشا فخديناه من الكاس الاولاني اللي الكاس اللي بغينا نعملوه يطيب، فخدينا منه ثلاثه المعلقات من قبل، عاد عملنا الكاس اللي بقى لينا من الكاس ديال الماء يغلي. فهنا النشا ديالنا هي دوبناها في الماء. غنمشي نشوف الكراميل ديالنا اللي كما شفتوا بدا كيدوب، بدا كياخذ اللون. غادي نضيف عليه كذلك هنا الكميه اللي بقات لي ديال السكر، دائما كنضيفها على البليصات اللي دابوا على هذا الشكل. وغادي نخلي الكراميل ديالي يدوب بطريقه دائما النار تكون مهيله بزاف، ودائما الاناء يكون من الاحسن يكون اناء اللي ثقيل باش دغيا يذوب معنا. فمن بعد ما داب لي الكراميل كما شفتوا على هذه الطريقه هذه على هذا الشكل، غادي ناخذ الماء اللي غليان، يعني الكاس قل ثلاثه المعلقات اللي عملنا في النشا، يعني كنذكر بهم، وغنبدا نضيف بشويه بشويه. وعندكم فهنا دائما نكونوا مبعدين الوجه ديالنا ونكونوا بوحدنا في المطبخ، نكونوا سادين علينا ما يكونوش الوليدات حدانا، فهاد العمليه شويه صعيبه، فنكونوا حذرين في هاد العمليه هذه ديال الكراميل. فغادي نبدا نضيف الماء الغليان اولا داك الكاس اللي غلينا قل من ثلاثه ديال المعالق، دائما كنذكر بها، وغنبقى نحرك حتى كيدوب معايا الكراميل كامل. فهنا ضفنا الماء غليان باش ما يعاودش يتحجر معنا الكراميل، ونعاودو يعني ناخذ وقت بزاف باش يدوب معنا هذا الكراميل هذا. فكنبقاو مستمرين في التحريك المستمر حتى كنتاكدوا ان الكراميل كامل داب وتجانس مع داك الماء اللي ضفنا ليه.
فهنا هاد الكلاصاج كراميل صدقوني كيجي هائل هائل وناجح، والمذاق ديالو كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه، لانه يعني كنبغيو نعملوه في شي حويجات اللي كنشوفوهم بعض الخطرات يعني في المخبزات او لا في لي باتيسخي الكبار. وكنقولوا يعني هاد الاشياء ممكن تكون كثيره او لا ممكن تكون فيها خدمه بزاف، وهي تتكون صراحه الا عندك مقادير مضبوطه فما تخافي والو، تبعي فقط غير الطريقه كيف ما كتشوفي هذا دابا في الفيديو، تبعي الطريقه كيف ما هي وان شاء الله غادي تجيك الوصفه هائله. فهنا غادي نزول هذيك المغرفه العود، غادي نعمل غادي نستعمل هاد الفوي هذا ولا هاد الخلاط اليدوي، فكيجي ساهل وكيدوب هو بسرعه يعني كيعاوننا بزاف. هنا من بعد ما داب لينا الكراميل كيف ما شفتوا ولا عنده واحد اللون هائل، غنضيف واحد القبيصه الملح. فبالنسبه لهاد القبيصه الملح الا ما كتبغيوش فهي ما كتبانش، ولكن كتعطي واحد المذاق هائل، كتوازن الطعم. كنعرفوا ان الملح كيوازن الطعم ما بين الحلاوه الا كانت كثيره. فهنا بالنسبه لهاد الملح ما كيبانش، وانما كيعطي واحد الطعم هائل للكراميل. فالا ما بغيتوهاش ما تضيفوهاش. انا صراحه كيعجبني الكراميل صالي، كيعجبني بزاف. غادي ندوب هذيك المليحه ديالي مزيان، تاكد انها ذابت كما شفتوا، فانا خليت المراحل كما هي. وهنا غادي نضيف الكريمه ديالي، او لا عفوا غادي نضيف النشا، غادي نضيف النشا على هذا الشكل هذا، وغادي نحرك جيدا. غنبقى نحرك مزيان، فما تخافوش غير حركوا حركوا مزيان وتكون يديكم شويه خفيفه. وهنا فخاص النشا ديالنا يطيب باش الوصفه تنجح وما تكون طيبه وكيكون مزيانه لهذا ما ضرناش. فهنا غنبقى نحرك وغادي نخلي النشا شي شويه تقريبا واحد جوج دقائق حتى كيطيب معايا النشا. فكنحرك مزيان كيف ما شفتوا، فانا ما تخافوش من النشا، راه هو ما كي يجمعش لينا الخليط حتى كنضيفو الكريمه، عاد كيولي ولا عاد كتفاعل النشا. يعني غير نحركو مزيان على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، يعني واحد جوج دقائق. وهاد الوصفه فنكونو حدا الوصفه ديالنا، ما نعملوش حاجه اخرى حتى كنكملوا الوصفه كامله، لانها كنخليوها من بعد انها ترتاح. فكما شفتوا من بعد ما كيبدا الخليط عندي كيغلي شي شويه اولا كيعمل واحد الفقاعات ليا صغيره، هنا كنتاكد ان النشا ديالي راها طابت، وغادي نكمل الوصفه ديالي باضافه الكريمه الطازجه. فهنا غادي نضيف الكميه ديال الكريمه الطازجه اللي دائما هي 160 غرام، يعني هنا عندنا 160 غرام الماء، عندنا 160 غرام سكر سنيده، عندنا 160 غرام كريمه طازجه، يعني نفس الكاس ديال العنبه عبرت به كل شيء. وحاولت انا نعبر لكم باش نعطيكم مقادير مضبوطه، حتى اللي عندها الميزان تعمل الميزان، من اللي ما عندهاش تعمل الكاس ديال العنبه. هنا من بعد ما ضفت الكريمه الطازجه، دائما هاد العمليات اللي كتشوفوا معايا كاملين فهم على عافيه مهيله، وغنبدا نحرك مزيان حتى كتذوب معانا ديك الكريمه في الخليط، وكيولي عندنا الخليط متجانس. غادي نخليو تاني الكريمه ديالتنا حتى غادي يعني تجيب واحد الفقاعات صغار من الجناب، وديك الساعه كنعرفوا ان الخليط ديالنا متجانس. فكنبقى عفوا كنخلط الخليط ديالي اولا نحرك مزيان دائما، ونستعملوا الفوي باش تكون العمليه سهله بالنسبه لكم. فانا صراحه عملته قبل بالمعلقه الخشب وتعذبت معاه بزاف، فبالنسبه للفوي فكيكون اسرع. فمرة على مرة يعني كنعاود نحرك، مرة تنعاود نحرك، يعني ما نساوش دائما حنا حداه.
فكما شفتوا معايا هنا بداو الفقاعات تيكونوا صغار بزاف، فهنا كما غتشوفوا فغادي يتبدل حتى اللون ديال هذا الكلاصاج، هذا غيولي متجانس بزاف. فهنا الكريمه فتتفاعل هي وهذيك النشا وكيعطينا هذا الشكل هذا. فهنا غادي نزولهم فوق النار على هذا الشكل، وغادي يكونوا الورقات ديال الجيلاتين ديالي ترطبوا مزيان، فغادي نعصرهم مزيان من الماء وغادي نضيفهم على الخليط كيف ما غتشوفوا معايا، وهو ساخن باش يدوبوا ودائما خارج النار. دائما الجيلاتين نضيفوه خارج النار، غادي نحرك مزيان على الطريقه هذه، نبقى نحرك حتى كيدوب داك الكراميل او عفوا كيدوب الجيلاتين ديالنا. وغادي نصفي الخليط ديالي من الضروري باش الكلاصاج ديالنا كيجينا متجانس. نجيب واحد البول على هذا الشكل ونحاول انني نصفي هاد الكلاصاج كراميل اللي عملنا. كما شفتوا فاللون ديالو كيجي رائع، وبالنسبه لهذا الكلاصاج فاللي كيحكم على اللون يعني الا بغيتو يكون خفيف اولا فونسي فهو الكراميل اللي كتعملو في الاول، يعني خليو الكراميل ياخذ اللون الجيد، فهو اللي كيخلي ان الكراميل ديالنا يجي في لون جميل. فخليو الكراميل كما فتو ذكرت، يعني خليو الكراميل ديالكم يدوب على خاطرو. فبالنسبه لهذا الكلاصاج هذا غادي نخليوه على جنب حتى كتنزل او لا كتهبط الحراره ديالو، فانا غنعملو معكم بدون ميزان باش تشوفوا انه كينجح 100%. كنخليو هذا الكراميل هذا ولا هذا الكلاصاج كراميل حتى منين كنعملوا الاصبع ديالنا فيه كما غتشوفوا بهذه الطريقه اللي هنعمل، يعني كيكون دافي ولكن ما كيحرقش، وكما شفتوا فالاصبع ديالي كياخذ الكراميل يعني كياخذ هذاك الكلاصاج بحال كيتلبس به، وهذا هو الغرض من هذا الكلاصاج كراميل. فضروري اننا من بعد ما كنعملوه كنصفيوه فكنخليوه على جنب في المطبخ حدانا، ما نعملوش في الثلاجه اولا في المجمد ابدا، نعملوه غير في المطبخ ونخليوه حتى كياخذ حراره المطبخ، ولكن يعني ما يبردش، ما خصوش يبرد لانه برد غادي يجمد لان فيه لا جيلاتين. كنعملو فقط كنخليوه حدانا كنعملو فيه الاصبع ديالنا دائما، الى دخلنا الاصبع ديالنا كنحسوا بانه دافي ولكن ما كيحرقش، تما فكنخدموا به بطريقه العاديه كعملته معكم انا. فكنجبدوا الكلاص ديالنا اولا لا طاخت كلاصي اولا اي حاجه بغينا نكلاصي ضروري تكون جامده، وكنعملوا فوق منها هاد الكلاصاج هذا اللي عملت معكم، وكنبداو ننزلوه بهذه الطريقه هذه وكنخليه انه ينزل من الجناب على خاطرو بهذا الشكل. فهي الا كانت بارده بزاف فهو كي يعني كي كنعملوا الكلاصاج كراميل فوق منها فكياخذ بسرعه كياخذ الشكل ديالها، يعني كي تيجمد لان الجيلاتين كنعرفوا انه كي كنعملوه في المجمد فكيجمد بسرعه، فهذا هو الغرض من هذا الكلاصاج هذا، يعني كنعملوه فوق من الاشياء اللي جامده، من الاحسن انها تكون من الافضل انها تكون جامده باش الكلاصاج كيشد معانا وما كيبقاش يسيح لينا وما كيشدش، يعني كان الا ما كانش هذاك الا ما كانش هو يعني في هذيك الحراره اللي فتو ذكرت فكيولي صعيب علينا انه يشد في هذيك لاطاخت اولا في ديك الحليوه، فكنوليو نديرو اولا كنعملو الطبقه الاولى وكنخليوها تجمد نعاودو الطبقه الثانيه. فبهذه الطريقه هذه كنعملو طبقه واحده كما شفتوا معايا، كنحاول انني ننزل شويه هذاك اللي من الفوق وكنزين الطاخت ديالي وكنقدمها لكم. فكما شفتوا فهو كلاصاج هائل، المذاق ديالو رائع رائع بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. فانا كما شفتوا الطريقه اللي عملت انني درت ثلاثه الكويسات عملتهم في واحد الاناء اللي يكون غارق شويه، عملت فوق منهم الكلاص ديالنا اللي غادي تشوفوه معايا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه الطريقه ديالو، وكلاصيت بالكلاصاج كراميل ديالنا. فكنخليو لاطاخت ديالنا يشد فيها هذا لان هي جامده بزاف. غادي ندخلو انا دابا المجمد وغادي نخليه لان هذا كلاص يعني غادي يدوب الا خليناه في حراره الغرفه،
وغادي نقدمه لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي بطريقة ديالو من الف الى الياء، يعني الطبقات اللي عملت فيه الطريقة ديالو كذلك. نتمنى انه يعجبكم من الاستحسان ديالكم ان شاء الله تجربوه وتجربوه بهذا الكلاصاج هذا اللي كيجي، يعني فهنا كيجي واحد الكلاص لي بريستيج، ممكن نعملوه في الحفلات، ممكن نعملوه في الاعراس، ممكن نعملوه في بزاف ديال الحويجات اولا في بزاف المناسبات، اللي كيجي عاطي العين وكيجي حاجه اللي زوينه بزاف وفي نفس الوقت فهي سهله ماشي صعيبه بزاف كيف ما شفتوا معايا. فنتمنى الفيديو اليوم من الاستحسان ديالكم واعجابكم. دائما اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه فمرحبا بكم معنا بالاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه، وشكرا لكم على المتابعه، والى وصفه مقبله باذن الله. كانت معكم ام شم، والى اللقاء.